تعظيم سلام لجنود مصر. محروسة بيكم دايما مصر، ومصر عايشة عبور تاني، عبور شعاره صنع في مصر. مصر عبرت لما مينا كون أول جيش مصري، مصر عبرت لما القائد المصري أنشأ الجيوش المصرية، مصر عبرت بسيف حور محب وعربات رمسيس العسكرية وأسطول تحتمس البحري وعجلات أحمس الحربية. مصر عبرت لما القائد المصري في أكتوبر وقف وزرع بإيده علم مصر على الضفة. ومصر النهاردة يا سادة في عبور جديد، في عهد الرئيس السيسي في عبور جديد، تطوير الجيوش المصرية في عبور جديد، تطوير الترسانة البحرية المصرية في عبور جديد، بناء المواطن المصري بنا جندي فلاح في عبور جديد. في حلقة اليوم يا سادة من برنامج الاسم مصري هنعبر في ذاكرة ووجدان قائد عسكري مصري حب مصر فمصر حبته، وهقول لحضراتكم انها ادته اغلى واعلى وسام على صدره ودائما في قلبه، وهو اجمل وصف الجندي المصري. اسمحوا لي ارحب بضيفي الجليل والاب والقدوه سياده اللواء بحري اركان حرب اللواء محمود متولي الخبير العسكري والاستراتيجي. ارحب بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بسعادتك. مبدئيا اسس البرنامج وقناه الصحه والجمال بتهنئ حضرتك على المجمع العلمي، ومحتاجه اعرف من حضرتك يعني عضويه المجمع العلمي ليها تاريخ كبير من ايام نابليون بونابرت. صحيح. محتاجه افهم من حضرتك او افهم المشاهدين النقطه دي. هو في الحقيقه المجمع العلمي صرح كبير مصري، عضويته عضويه خالدين مدى الحياه. تمام. يجب ان يكون ان مكان شاغر عشان يرشح له اخرين. نابليون بونابرت ايام الحمله الفرنسيه اسس المجمع العلمي، وفي مجمع علمي تاني في فرنسا انستيتيوت دي جيبت في انستيتيوت دي فرانس في فرنسا. اتاسس المجمع العلمي وكان معاه لواء بحري من ضمن الحمله، ومن يوميها لغايه مارس اللي فات ما دخلوش اي حد من حضرتك كان ليك السبق ده تجاري او حربي. وانا ليا الشرف وانا بشكر الساده اعضاء المجمع العلمي اللي ادوني هذا الشرف. طيب. واخص الاستاذ الدكتور فاروق اسماعيل رئيس المجمع والدكتور الشرنوبي كل الشكر والدكتور حافظ شمس الدين وكل الساده الاعضاء اللي تكرموا عليا بهذه العضويه ان انا اكون في وسط هذه القامات، وربنا يقدرني ان شاء الله واقوم بواجبي تجاه ان شاء الله يا فندم المجمع وتجاه مصر. حضرتك طيب هنتكلم النهارده عن البحريه المصريه. البحريه المصريه مفهوم كبير، لكن في جمله او عباره جميله قوي كنت سمعتها من حضرتك قبل الهوى، ان قوه مصر في البحر. محتاجه افهم حضرتك العباره دي باستفاضه. هي مصر أرض في قلب العالم، ربنا سبحانه وتعالى ادها موقع استراتيجي فريد. طيب. موقع جغرافي ملوش مثيل، شعب أصيل وعظيم. الموقع الجغرافي بيؤثر على مصر في مركزها الدولي وسياستها العالمية، ولعب على ممر التاريخ دور كبير في تاريخها وفي توجهها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. قوة مصر في البحر لها عناصر رئيسية. العنصر الأول هي مصادر الثروة المرتبطة بالبحر أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأزرق. دي بتشمل الثروات البترولية والغازية، الثروات الطبيعية، الثروة السمكية، قناة السويس القديمة والجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسياحة البحرية بأنواعها. السياحة البحرية فيها سياحة كروز وسياحة سفاري وسياحة غطس. دي مصادر الثروة. الجزء الثاني هي كل ما يعمل في البحر لاستخراج هذه الثروات، زي اسطول الصيد والاسطول التجاري وسفن الابحاث والمنصات العائمة اللي بتستخرج البترول والغاز وسفن الابحاث. الجزء الثالث هي كل ما يعمل على الارض لخدمة هذه المنظومة، وهي ترسانات صيانة واصلاح السفن، اللوجستيات،
مؤسسات اعداد الكوادر، التوكيلات الملاحيه، المواني بانواعها. الجزء الاخير هي قوات مسلحه وخاصه القوات البحريه التي تحمي وتؤمن هذه المنظومه. كل المنظومه دي هي قوات مصر في البحر. طيب تمام، حضرتك توضح لي اهم المحطات المؤثره في بناء القوات البحريه المصريه. احنا عندنا تاريخ البحريه يمتد الى 7500 سنه. في محطه قدماء المصريين، المحطه الثانيه عصر البطالمه، وبعدين العصر الاسلامي، العصر الفاطمي، العصر الايوبي والمماليك، ثم العصر الحديث. والعصر الحديث بينقسم الى اربع بحريات. البحريه الاولى في العصر الحديث هي بحريه محمد علي. تمام. والبحريه الثانيه هي بحريه الخديوي اسماعيل. البحريه الثالثه الملك فاروق. هي الملك فاروق. البحريه الرابعه جمال عبد الناصر. تمام. واحنا حاليا في البحريه الخامسه باذن الله الرئيس السيسي. ان شاء الله هيكون لنا مداخله تليفونيه مع استاذ دكتور خلف الميري، هيوضح لنا طبعا لانه هو استاذ تاريخ ومؤرخ جامعه عين شمس، هيوضح لنا ايضا محطه او محطتين نشرحهم باستفاضه اكتر. طيب حضرتك محتاجه اتكلم معاك عن، لو تكلمي شويه عن البحريه في عهد الملك فاروق. الملك فاروق أنشأ السلاح البحري سنة 1946. تمام. في أعقاب الحرب العالمية الثانية. تمام. الحرب العالمية الثانية مصر كان عندها أصول تجاري. تمام. فقدت 63% من حمولات السفن، غرقت. تمام. و22% من قوتها. والمنشآت البحرية أصيبت وضرت أثناء الحرب ضرر بالغ. والجانب البريطاني وجه شكر بالجواب الرسمي لمصر على معاونتها ليه في الحرب العالمية الثانية. فالملك فاروق سنة 1946 أنشأ البحرية الثالثة، وأصدر أمره بإنشاء السلاح البحري المصري. طيب. وبعد سنتين دخل به حرب 48. كانت إمكانيات السلاح محدودة، كان أيوة. في دور عظيم. أيوة. كان إمكانيات السلاح البحري محدودة اياميها، لانها كانت لسه قيد الانشاء، عمره سنتين وليد، ومع ذلك قام باعمال كويسه جدا في حرب 48. يعني حضرتك مثلا غزه. تمام. اشتغل في غزه كويس جدا، واشتغل في الحصار، امداد الحصار، اشتغل في قصف تل ابيب، واشتغل في معركه اسمها المجد البحريه، وكان بيتعرض لسفن الهجره اللي كانت بتجيب المهاجرين اليهود الى فلسطين، وحمى وامن جانب القوات. فندم انا معايا بس على الهاتف الاستاذ الدكتور خلف الميري، استاذ التاريخ المعاصر والمؤرخ الكبير بجامعه عين شمس. الو. صباح الخير يا فندم. اهلا بسعادتك يا فندم. النهارده بنتكلم عن البحريه المصريه، ومعانا سياده اللواء محمود متولي، وحابه يعني اناقش حضرتك بطريقه يعني تخصص سعادتك. عايزاك تكلمني اكتر عن البحريه المصريه في العصر الحديث، نبتدي من محمد علي باشا والخديوي اسماعيل. طبعا يعني اولا يعني الناس تفكروا في مثل هذا الموضوع لاحياء تاريخ البحريه المصريه، وهو تاريخ حافل بالامجاد والفخر والافتخار. ويسمح لي اقدم تحيه للسيد اليوم محمود متولي، لان هذا الرجل اسس الصالون البحري المصري، وده صالون ثقافي مهم جدا، وبيقدم مع يعني اطار علمي، وبيضم نخبه من المتخصصين والشخصيات العامة والوزراء السابقين وقادة البحرية، فهي تحية مزدوجة لكم ولسيادة اللواء محمود ولكل أعضاء الصالون البحري طبعا، والتحية الأوفر لقواتنا البحرية وجيش مصر العظيم. كل التحية. الله يخليك. طبعا لما نتكلم على تاريخ البحري لمصر الحديثة، أولا لابد أن نبدأ من عبقرية الموقع الجغرافي المصري، تجعل من مصر دولة بحرية من التراث الأول، لأنها تقع على بحرين بامتداد ساحلين
يعني من تدريب بنفس الاقتصاد المستقبل لتعليم البرلين، فهي دوله بنعتبرها الدوله المثلى في المواقع الجغرافيه، لها حدين بريين وحدين بحريين متكاملين. والبحر يمكن لك ما تريدين وما لا تريدين، ومن العالم المنفتح على كل القوى الدوليه والعالميه، يعني هو البحر المتسع الواسع الفسيح طبعا بطريقه تفوق البر. لذلك يعني البحرين منذ التاريخ القديم، ولكن الان في التاريخ الحديث نقول بان منصب الدوله البحريه ذات المكانه الجديره بالتقدير والتامل. محمد علي يعني معاه بدا بدايه مصر الحديث، طبعا احنا عارفين انشاء اول اسطول بحري. لا طبعا احنا عندنا مصر امتلكت اسطول بحري قوي في عهد ميلاديه، في عهد السلطان سلطان غوري هذه الاسطول لغزو الحوت الهندي وحارب البرتغاليين، ومن الاسف ان هذا الاسطول تم تدميره والقضاء عليه على يد العثمانيين. يعني في الاول كده دخل وتدخل مصر في حاله من الاستباق الى ان يصبح قوتها العسكريه بصفه عامه مع محمد علي باشا اوائل القرن التاسع عشر. يجب ان نقول بان المزيد ما بين القدرات المصريه، يعني من مفارقات محمد علي باشا حين بدا بناء الاسطول وبناء سلسله الاسكندريه، فيعتمد على ابناء مصر. الحاج عمر الاسكندراني هذا رجل كان يعني قدراته عامله كمان، ولكنه كان يعني فنان في بناء الاساطير بناء السفن. فاستعان به محمد علي مع شاكر افندي وجنبا الى جنب مع المستر بيستون الفرنسي وديس ريزي اللي هتبدا بعد كده تنشا سلسله الاسكندريه علشان تدشن فيها السفن والاساطير المصريه. محمد بيت صهر محمد علي هيكون اول قائد للاسطول المصري في عهد محمد علي باشا، اللي طبعا باسمه يعني الحي الشهير في اسكندريه، وقتها يكون محافظ اسكندريه. على فكره بالمناسبه احد اجداد سياده اللي هو محمود مصلي مصطفى التوسيالي بيت ايضا كان من امراء البحر ومن قاده البحريه في عهد محمد علي، واستمر بعد ذلك بعد الكبير اسماعيل. صفحات البحريه ناصعه، هنقول اولها هنا بدأ الأسطول البحري في الأغراض التجارية، ومع وجود الحصار القاضي بريطانيا حاصرت فرنسا في حروب ليونية استمرت من 1897 لغاية طبعا انتهت بمؤتمر فيينا 1815. هنا محمد علي هو أسطول تجاري يتكون، وجنبا إلى جنب يبدا في انشاء الاسطول الحربي. الاسطول الحربي سيقدم الامداد والانقاذ، طبعا احنا عارفين حروب سد الجزيره العربيه بامر السلطان العثماني تعتمد على انشاء ترسانه في السويس، وفي ترسانه هتبقى في بولاء عشان تغذي، ولكن الترسانه الكبرى ستكون في الاسكندريه. هنا الاسطول البحري سيصبح ثاني اكبر اسطول بحري في العالم، وده بالمناسبه اللي هيخلي الاساطيل الاوروبيه بقياده بريطانيا العظمى وفرنسا وبروسيا وغيرها ويلتقوا مع الاسطول المصري اللي هو انضم لنجده الاسطول العثماني، وهتبقى المعركه طبعا في معارك انتصر فيها الاسطول المصري بدعم السلطان العثماني في بلاد المور اليونان، ولكن تتجمع اساطيل اوروبا وتبقى في طبعا هزيمه في نظريهم للاسطولين المصري والعثماني. طبعا للاسف ان ده كانت لان كان قائد البحر عثماني، ولم ياخذ بمنصوره ابراهيم باشا قائد الجيش المصري في تكتيك حربي. على اي حال هذا ليس مجالي، لكن محمد علي سينشئ ترسانه الاسكندريه ويعيد الامجاد المصريه، وبالنسبه السفن المصريه ستاخذ اسماء محافظات مصريه تاكيدا الرايه البحريه في عالم الرايه المصريه في عالم البحار. يعني تلاقي الشرقيه، تلاقي الدنيا، تلاقي المنصوره. تمام حضرتك. نعم. طيب تقدر حضرتك تنقلنا للخديوي اسماعيل البحريه المصريه في عهده؟ طبعا النقله الكبرى ستكون بقى في عهد الخديوي اسماعيل. ليه؟ لان الخديوي اسماعيل طبعا احنا عارفين مصر
سيتم تحجيمه بعد ما كان ممتدا في بلاد الشام وشبه الجزيره العربيه، سينحصر ويقتصر على مصر والسودان فقط كاطار مباشر لوسط محمد علي. الخديوي اسماعيل سيتجه الى افريقيا بقى ويدرك اهميه افريقيا ومنابع النيل ونهر النيل والبحر الاحمر بالنسبه لمصر، ويحاول يفكر فيه تاسيس فعل دوله كبرى في تمتد من مصر الى شرق افريقيا ووسط افريقيا. عشان كده الخديوي اسماعيل سينشئ شركات تجاريه، اساطير تجاريه بحريه، شركه العزيزيه وشركه البورصه الوسطى السودانيه، وهذه السفن المصريه سيكون لها توكيلات تمتد من لندن الى بومباي، يعني سفن بكل موانئ البحر المتوسط وموانئ البحر الاحمر، ستكون فيها خطوط ملاحيه منضبطه تماما للسفن المصريه لعهد الخديوي اسماعيل وايضا في الموانئ الاوروبيه تماماً. شكرا استاذ دكتور خلف الميلي، استاذ التاريخ والمعاصر والمؤرخ الكبير بجامعة عين شمس، وان شاء الله يكون لنا ايضا مداخلات اكتر ونقدر نستفيد من حضرتك وخبرتك عبر التاريخ وعن البحرية المصرية. شكرا لحضرتك، نرجع لحضرتك مرة تانية. سيادته اتكلم عن البحرية في عهد محمد علي باشا واسماعيل باشا، حضرتك بقى في عهد اسماعيل باشا اكمل حتة صغيرة. اتفضل. الاحتلال الانجليزي تمام. جاء سنة 1882 اتلككوا على واحد من رعايا أوبروس، من رعايا يعني أوبروسي من رعايا بريطانيا، مش عارف ما خدش حقه وضربوا اسكندرية ولعوا صوامع الغلال يعني. وجاء الاحتلال الإنجليزي، أول حاجة عملها عمد على تدمير قوة مصر في البحر. أول حاجة عملها خرد السفن الحربي، ودى الأباطين بتاعتها السكة الحديد لأنها كانت أغلبها بخاري. الأباطين؟ أيوة. أغلب السفن كانت بخارية فودوها السكة الحديد. حتى فضل لوقت قريب في السكة الحديد بيحطوا الشرايط، لأن لما راحوا الأباطين راحوا ببدلهم بزيهم، فالبحرية بتحط الرتب على الأكمام الزي. فكانوا لوقت قريب جدا لغاية التسعينات كان في سكة الحديد بيحطوا شرايط نقلهم سكة الحديد، وقفل الترسانات وباع السفن التجارية لشركات إنجليزية وعين أباطين إنجليز، واكتفى ببعض الأطقم المصرية وقفل على قوة مصر في البحر، وساب شوية سفن صغيرة للحراسة ولخدمته، وترسانات لصيانة محدودة لصيانة مراكبه. فدمر. فدي كانت فترة انحدار للبحرية المصرية. كان الهدف تدميرها يعني، قوة مصر في البحر. طيب نخرج ندخل عفوا للمحطة الثالثة، هي الملك فاروق. الملك فاروق نستكمل دور البحرية استكمالا الملك فاروق. الملك فاروق أنشأ السلاح البحري وكان إمكاناته محدودة، ومع ذلك قبل بلاء حسن في 48 نفذ مهامه كلها المسنده، نقل مؤن وزخاير ومون القوات اللي كانت محاصره، واشتبك مع العدو ومنع سفن الهجره وضرب مواني العدو وامن اجنب قواتنا. وبعد كده ابتدى الملك فاروق يجيب وحدات كبيره مشتراه من بريطانيا، مدمرات، ابتدى يجيب مدمرات مستخدمة من بريطانيا، واستمر في إنشاء السلاح البحري. طيب نتكلم عن الرئيس جمال عبد الناصر، دور البحرية في الوقت ده. الملك فاروق، معلش في حتة أنا عايز أضيفها، إنه كان بيبعت ضباط من اليخت الملك المحروسة للشركة الفرنسية العالمية لقناة السويس يشتغلوا مرشدين. فالمرشدين دول اللي كان بيبعتهم الملك فاروق زي الأبطال حمدي الجراتلي والأبطال زكريا الصدر والأبطال محمود متولي دول والأبطال الشياتي، دول اللي شاركوا في التأمين بعد كده أيام جمال عبد الناصر، تأمين قناة السويس، وتدريب ضباط القوات البحرية على قيادة السفن في القناة لأنها بتبقى لها ظروف خاصة جدا. فهم تولوا تدريبهم وتولوا العمل بعد التأمين بتاع القناة. فالبحرية لها دور حبيت أذكره قبل الثورة، أنها كانت بتبعت كوادر
وبعد الثورة إنها لما أممت القناة كانت الكوادر اللي موجودة منها هي اللي ارتكزوا عليها في تشغيل القناة مع أفتكر 6 أو 7 مرشدين يونانيين ما أضربوش. جمال عبد الناصر لما جه ابتدى يطور القوات البحرية جدا، اهتم بترسانة اسكندرية. دي كانت خلاص يعني أنشأها ترسانة اسكندرية، عيد انشائها ايام جمال عبد الناصر. وكانت بتطلع السفن اللي كانت بتشتغل يعني بتعمل لصالح الشركه المصريه للملاحه البحريه، وكانت مسميه ابو سمبل وسيدي كرير الى خلافه، وكانت سفن صب اغلبها، وكانت بتشتغل بتنقل من والى مصر. فاهتم بالاسطول التجاري، اهتم بالاسطول الحربي، تولى قيادة البحرية المرحوم الفريق أول سليمان عزت رحمه الله. الكلية البحرية أنشئت على أحدث النظم، المنشآت التعليمية، المدارس التخصصية للصف ضباط، أنشأ بحرية كاملة، دخل مدمرات صفقة السوفيتية والتشكية، مدمرات وغواصات جديدة وقناصات وسفن متعددة يعني مختلفة جدا. طيب ما ننساش برضو حضرتك دور البحرية المصرية في تأميم قناة السويس، يعني بنتكلم على الرئيس عبد الناصر. وبعدين البحرية المصرية اعتمدت على المرشدين القدام وبعتت ضباط من القوات البحرية تكاملوا معاهم لما أضربوا المرشدين الأجانب عشان يثبتوا فشل مصر في إدارة القناة. فاحنا هنا اسمحي لي أوجه تحية خاصة للمهندس محمد عزت عادل، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، أحد رجال التأمين، ونتمنى له موفور الصحة، وهو أحد رجال التأمين والناس اللي شغلوا هذا المرفق الكبير بدون كل التحية لكل مصري كان في خدمة مصر الحقيقة. لأن البحرية قامت بهذا الدور، وفي دور تاني إن الإداريين والمسكين وظائف حيوية في الحركة وكده دول مشوا، فالأطقم المصرية هي اللي أدارت ونجحت. ودليل نجاحنا في ذلك أن حصل العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي على مصر، استخدموا القوى العسكرية لإجبار مصر عند فشل عند نجاحها في إدارة هذا المرفق. والحمد لله تغلبنا على هذه المحنة. والبحرية كان لها دور برضو في 67 بقى، يعني احنا خلاص خرجنا من النقطة دي. دور البحرية في 67، يعني الفترة دي العدوان الثلاثي و 56، يعني الفترة دي حضرتك تشرحها لي أكتر. دور البحرية في 67، البحرية لم السلاح الوحيد الذي لم يهزم في حرب 67، ولم نفقد سفينة واحدة، بل بالعكس احنا أصبنا غواصة إسرائيلية على مشارف ميناء اسكندرية، وقبض على 12 ضفدع بشري كانوا داخلين جوه ميناء اسكندرية عشان يعملوا تخريب في السفن واتخذوا أسرى. وفي نفس الوقت حاولت الجانب الإسرائيلي أن يهاجم ميناء بورسعيد كذا مرة وفشل نتيجة لشدة إجراءات الدفاع، وبالتالي القوات البحرية لم تمكن الجانب الإسرائيلي من النجاح بحريا في هذه الحرب. في بعدها بعد 67 بقى حصلت حرب الاستنزاف. كان بداية حرب الاستنزاف الإغراق المدمرة إيلات. إيلات احنا على فكرة في ناس كتير قوي بتتلخبط ما بين المينا والسفينة. يا ريت بقى حضرتك يعني توضح لي إيلات، لأن في كتير قوي من الناس فعلا يعني بيختلط عليها الأمر. في مينا، في المينا الوحيد إسرائيل في خليج العقبة في البحر مطلع على خليج العقبة والبحر الأحمر، هي مينا إيلات، وهذا الاسم بتحمله سفينة إحدى أكبر القطع البحرية الإسرائيلية اللي هي المدمرة إيلات، وهي إنجليزية الصنع. وفي أيام حرب الاستنزاف يعني بعد النكسة كانت المركب رايحة جاية في بيفرجوا طلبة الكلية البحرية على المياه اللي احتلوها، وامتدوا لغاية بورسعيد في المياه الإقليمية أمام بورسعيد. فاتخد قرار سياسي على أعلى مستوى الرئيس جمال عبد الناصر، قال لهم لو دخل التاني يضربوها تغرق. وطبعا ده ليه قرار سياسي، لأنه ليه تداعيات
يعني احنا لما غرقنا المدمره ايلات ضربوا زيتيه بترول بالطيران، كل مره نضربهم بحري يردوا بالجو، يردوا بالجو ما يقدروش يردوا بحري. فكانت المدمره ايلات في حرب الاستنزاف اغرقت، وده كان اول صاروخ بحري، اول درس ليهم بعد النكسه. صحيح. 21 اكتوبر 67، وهذا هو عيد القوات البحريه. المدمره ايلات كانت نص قوه المدمرات، هم عندهم اثنين ايلات ويافو، احنا غرقنا ايلات على طلبه كليه بحريه. بعد ما غرقت ايلات هم ردوا زي ما قلت لحضرتك بقوات الجويه، احنا بحري هم جوي، ما يقدروش يردوا بحري. ما ينجحوش بحري. اغرقت، واحنا كان لنا طار معاها اخذناه، احنا ما نسيبش طارنا. ايلات دي كانت مع مدمره انجليزيه ومدمره فرنسيه سنه 56، تعرضوا للمدمره ابراهيم، الثلاث مدمرات، وابراهيم استنفذت سنه 56 كل ذخائرها، وحاول قائد المدمره انه يغرقها، ما لم يسعفوا الوقت واخذوها. الطار الثاني ان كانت رايحه جايه في المياه المصريه تعربد، فطلع عليها لانشين مدفعيه او توربيد يعني يستطلعوا الهدف، فضربتهم. فحتى اللانشين اصابوها، وقطع من اللانشات بقت على السطح بتاعها لانهم حاولوا يدخلوا باللانشات فيها. ايوه. المهم الثالثه بقى اتضربت غرقت، كان اول صاروخ بحري يطلق في العالم. في العالم؟ في العالم. مصر اخذت هذا السبق في التاريخ البحري. الله اكبر. من وحده صغيره يصيب هذه الوحده ويغرقها. وعلى اي حال انا احب اقول في الموقع دي احنا سمحنا ينتشر المصابين والنجيم في البحر، واتسجدنا للصليب الاحمر وما تعرضناش لهم. انسانيه البحريه المصريه. بينما في حرب 67 في لقينا مقابر جماعيه لجنوب مصريين. فده الفرق بين اخلاقيات المقاتل المصري اللي تمتد ل 7500 سنه. صحيح. واي مقاتل اخر. صحيح فعلا. الجيش المصري صاحب السبق والانسانيه، الانسانيه في المصري بشكل عام بتفرض نفسها على اي حد. هنخرج مشاهدينا لفاصل سريع وعوده لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا لحضراتكم مشاهدينا، وكنا قبل الفاصل بنتكلم مع سيادة اللواء محمود متولي عن حرب الاستنزاف، هنتكلم فيها شوية مع حضرتك باستفاضة وبعدين ننتقل إلى دور البحرية بعد كده في حرب أكتوبر. حرب الاستنزاف، احنا قلنا إيلات في بدون ترتيب بقى. لا براحتك. في أربع عمليات مهمة جدا تمت في البحر المتوسط، وثلاث عمليات في البحر الأحمر، وعملية خارج مسرح العمليات في المحيط الأطلنطي. كان في سفينة طبعا الاستطلاع بالغواصات لمواني العدو مستمر طول فترة حرب الاستنزاف. الغواصة كانت بتروح تقعد شهر أمام مواني العدو، وكان المرحوم اللواء التهامي كان أياميها رائد، كان يطلع البيريسكوب وسيلة الاكتشاف بتاعت الغواصة البصرية ويفرج الطقم، أدي سفن الدورية مش شايفانا واحنا شايفينها، وادي الكورنيش بتاع تل ابيب، وادي مينا حيفا، بيوريهم العدو كله، محدش حاسس بينا. وطبعا كانت بتعمل عمليات الاستطلاع طول فترة الحرب شغالة. في سفينة ابحاث جابتها اسرائيل قدام البردويل، وكان في تعليمات من قائد القوات البحرية، القائد في البحر ايا كان ربته يشوف اي عدو يضربه. فسفينه ابحاث رفع على بصيره ضربها اللي هو مجدي ناصف، كان اياميها نقيب واخد نجمه الشرف العسكريه، وهو بعد كده اصبح يعني احد رموز القوات البحريه وكان رئيس اركان القوات البحريه. كل الشكر. واغرقها. في طبعا اللي هو محمد حلمي عبد المجيد عزب، راح ربنا يديله الصحة والعمر. كان بياخد وحدة بحرية واكتشف غواصة
إسرائيلية وأصابها إصابات بالغة وأغرقها رأس دكار، أغرقت على مشارف ميناء اسكندرية. في كمان عملية مهمة جدا، احنا بنهاجم لغاية دلوقتي بغواصات وبقوات خاصة تحت البحر وكده، فحب اللي هو محمود فهمي عبد الرحمن يعمل عملية جريئة جدا يدي بيها رسالة لإسرائيل ان احنا بنقاتل بكل سلاح عندنا في البحرية. فراحت المدمرتين، المدمرة دي اكبر قطعة كانت في وقتها عندنا، الناصر ودمياط. الناصر ودمياط، ايوة. المدمرة دمياط كانت قيادة اللي هو عدلي عبد الرحمن عطية، كان يعنيها مقدم، ربنا يديله الصحة وطولة العمر يا رب. والتانية قيادة المقدم شراكي، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، موجودين. راحوا وضربوا بطاريات الهوك اللي في رمانة وتشوينات الإدارية في بلوزة، وطلع عليهم الطيران الإسرائيلي 36 طيار، 36 طائرة متتالية. إسرائيلية على المدمرتين، على المدمرتين في هجمات متتالية. رجعوا سلام بخطة جريئة. نتيجة أسفرت عن إيه؟ وإصابات بسيطة جدا. والمدمرة الناصر وقعت 4 طيارات إسرائيلي، وقعهم النقيب أمجد فهمي اللي حاليا يعني سيادة اللي هو أمجد فهمي رحمة الله عليه، رحمة الله، أغرقهم. ونتيجة للقيادة الحكيمة للتشكيل كانت فصل المدمرتين عن بعض، واحدة اتجهت ناحية الشمال والتانية مشت بحذاء الساحل، والطيران الإسرائيلي ما قدرش يلاقيهم، ورجعوا الاتنين سلام للميناء بعد ما نفذوا عملية في الأرض المحتلة ضد العدو، واستخدم طيران 36 طيارة، ده كتير. يعني هما كانوا يا فندم بيعتمدوا على الطيران بشكل قوي عندهم، اخوات الجوية، لكن ما كانش عندهم، لا عندهم، لا اقصد عندهم بحرية، البحرية واخدين لانشات سعر، قوة البحرية المصرية واخدين في اعقاب 67 لانشات سعر من فرنسا، وسرقوهم من ميناء شيربورغ، بس ما قدروش برضو على مصر في اي مخطط بحري. لا يعني الحمد لله بحري. في المواجهات البحريه احنا كان حظنا اوفر، لان سعادتك بتقول هم بيضربوا جو واحنا بندمرهم بالبحر. وبعد كده في 73 كان بالجو برضو. طبعا اول طلعه جويه يعني. ففي حضرتك في مسرح بقى البحر الاحمر ميناء ايلات، لاول مره في تاريخ القوات الخاصه ان ميناء يهاجم 3 مرات بفاصل 3 أشهر. ما ينفعش انك تهاجمي هدف بفاصل 3 أشهر مرتين، لان كل مره بتزيد اجراءات التامين. فكل مره تحصل الهجمه يروح موشا ديان يقول احنا ده غلط وهنحاسب المسؤولين وشددنا كان الاجراءات. موجود في 73 وفعلا بيشدد الاجراءات. تمام. ومع ذلك تصر القوات البحريه والوحدات الخاصه ان تنفذ عمليات. هم اصابوا سفن وغرقوا سفن ودمروا الرصيف في الـ3 عمليات اللي تموا أثناء حرب الاستنزاف ضد ميناء إيلات. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور ممدوح الضماطي، العالم الأثري الكبير ووزير الأثار الأسبق وعضو المجمع العلمي أيضا وعضو الصالون البحري. ألو. ألو دكتور ممدوح، أهلا بك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح النور. حلقتنا النهاردة عن البحرية المصرية ومراحل تطورها وكل ما يخص البحرية المصرية. وضيف النهاردة سيادة اللواء أركان حرب أستاذ ممدوح متولي. وسؤالي لحضرتك، ألو. أيوة مع حضرتك يا فندم، سامعك. عايزة حضرتك ترجع بيا شوية لورا وتكلمني عن البحرية المصرية. تمام. اولا ارحب بالصديق العزيز سيادة اللواء محمود متولي، يعني الحقيقه تزامنا وعملنا محاضره سابقا عن البحريه المصريه عبر القصور في دار الكتب في باب الخلق مع بعض، فتحدثت فيها عن مصر القديمه. الحقيقه مصر القديمه سبقت العالم في البحريه، يعني اول بحريه نقدر نقول وجدت في مصر وكانت بحريه على النيل.
يعني وجدنا من عصر النقادة الثانية، يعني قبل توحيد الأسرتين على إيد مينا بحوالي 400 سنة، وجدنا مناظر للمراكب على النيل. وعندنا تسجيل لأحد مراحل توحيد شطري مصر على إيد مينا على أيدي آبائه، يعني وجدنا مناظر معركة نيلية بالمراكب موجودة، معناها إن إحنا عندنا أسطول بحري من حوالي 3200 قبل الميلاد، يعني من 5200 سنة. بعد كده عندنا في الدولة القديمة كان في اهتمام كبير بالبحرية المصرية، وبقى عندنا أساطيل تجارية بتخرج إلى فينيقيا ووصلت أيضا إلى جزيرة كريت. لكن عندنا بحرية بقى عسكرية، وكانت يعني كنا نقدر نقول ملوك النيل في عصر الدولة القديمة لحد بداية الدولة الحديثة. وبنشوف إن في تحرير مصر من الهكسوس استخدموا الأسطول البحري، وكان عندنا قائد بحري متميز اسمه أحمس ابن إبانة، خدم مع الملك أحمس في تحرير مصر من الهكسوس. وبيحكي في السيرة الذاتية بتاعته إنه خرج على رأس أسطوله البحري وحاصر مدينة أواريس عبر النيل، قلعة أواريس، ولحد ما تمت التحرير. اللطيف ان احمس بن ابانة قعد يتدرج في المناصب العسكريه لحد درجه جنرال، اللي هي درجه بتاعت سياده اللواء محمود متولي في عصر الملك تحتمس الثالث. كان يتدرج بعد احمس لحد ما حطب الاول، تحتمس الاول لحد تحتمس الثالث. وذكر ده الحقيقه على جدران مقبرته انه ترقى 7 مرات واخذ وسام الشجاعه من عده ملوك. لكن في عصر الملك تحتمس الثالث نقدر نقول ان احنا بقينا فعلا ملوك البحر بلا استثناء، سواء النيل او البحر المتوسط وخاصه فينيقي، لان الملك تحتمس الثالث عمل 17 حمله عسكريه وسع فيها الامبراطوريه المصريه، من ضمنها بعض الحملات العسكريه عبر البحر من ساحل الفينيقي. وعشان كده كان مهتم جدا بانه اسس ميناء لصناعة الأساطيل البحرية وصناعة المراكب البحرية في ممر. فكان عندنا النيل الحقيقة رابط مهم جدا، كان بتخرج من الأساطيل لحد البحر. في عهد الملكة حتشبسوت أشهر أسطول بحري تجاري، يعني عندنا في العسكرية وعندنا في التجارة، وأشهر أسطول بحري تجاري معروف في التاريخ يمكن هو الرحلة البحرية اللي عملتها الملكة حتشبسوت، وخرجت من ميناء سفاجة من البحر الأحمر وحتى بلاد بونت. بلاد بونت هي الساحل الغربي جنوب باب المندب، يعني من منطقة إريتريا لحد الصومال المنطقة دي. باب المندب أيضا في المعارك الشهيرة اللي عرفت باسم شعوب البحر اللي حاولت تهاجم مصر في عهد الملك رمسيس الثالث، كانت الحقيقة مصر كان معاه أسطول بحري قوي، وذكر دوت على جدران معبد الملك رمسيس الثالث في مدينة هابو كيف انتصر على هذه الأساطيل البحرية اللي جت تهجم على مصر. وكان الحقيقة الهجوم عند مدخل أو رأس النيل، مصب النيل على البحر المتوسط من عند دمياط، والحقيقة كان تصدي شديد جدا، وذكر دوت وكيف انتصر وكيف أبادهم بالأسطول المصري المتميز. حاجة كمان مهمة جدا مهم نعرفها، تفضل. أو حاجتين من عصر نيكاو. الملك نيكاو يذكر أنه في عهده خرج أسطول بحري علشان يتفقد الساحل الإفريقي، فلف حوالين أفريقيا من طريق رأس الرجاء الصالح، ودي أول رحلة في العالم تلف حوالين أفريقيا. وبعدين لما ذكروا الرحلة الناس كذبوها، وكان التكذيب لانهم قالوا انهم خرجوا كانت الشمس تشرق على يسارهم، وفي طريق العوده كانت الشمس تشرق عن يمينهم. الحقيقه ده دليل ان هم صادقين مش تكذيب، وعشان كده اعتمد عليها هيرودوت فيما بعد، وعمل رسم لاول خريطه لافريقيا بانها جوه البحر كانها جزيره جوه البحر. ايضا كان عندنا اول قناه بتربط ما بين البحرين لكن عن طريق النيل، لأن النيل ما كناش نقدر نستغنى عنه خالص. أكيد. وكان القناة معروفة بقناة سيسوتريس من عهد سنوسيرت من الأسرة الـ 12، وتعاد في بعد كده في عهد الملك نيكاو واستمر. أما بقى في العصر البطلمي فنقدر نقول حوض البحر المتوسط، شرق البحر المتوسط كله،
كان يعني تحت السيطرة المصرية، كان عندنا 10 موانئ في مصر والساحل الفينيقي وقبرص وبحر إيجا والبحر الأحمر، 10 موانئ عسكرية شكرا تحت للأستاذ السيطرة الدكتور المصرية. ممدوح الضماطي، العالم الأثري الكبير ووزير الآثار الأسبق وعضو المجمع العلمي وعضو الصالون البحري. بشكر حضرتك جدا على المداخلة، وإن شاء الله يكون لنا يعني لقاءات مرة تانية. هنخرج مشاهدينا لفاصل سريع وعودة لحضرتكم مرة تانية. رجعنا لكم مشاهدينا، وكنا قبل الفاصل بنتحدث عن حرب الاستنزاف وأيضا دور البحرية المصرية مع سيادة اللواء أركان حرب محمود متولي الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة اللواء، نكمل مع بعض حرب الاستنزاف سريعا وندخل على حرب أكتوبر ودور البحرية المصرية فيها. في عملية تمت في المحيط الأطلنطي أثناء حرب الاستنزاف، كانت إسرائيل اشترت حفار عشان يستخرج البترول من عندنا وتاخده. فالرئيس جمال عبد الناصر أصدر تعليماته الحفار ما يدخلش البحر الأحمر خالص. ففي عملية رائعة ما بين القوات البحرية والمخابرات العامة ووزارة الخارجية، نفذوها رجال الوحدات الخاصة في ساحل العاك في أبيجيان، وتم نصف الحفار وتنفيذ تعليمات الرئيس، ولم تعود إسرائيل مرة أخرى إنها تجيب حفارات عشان تاخد البترول بتاعنا. وكده حرب الاستنزاف خلصت. أما حرب أكتوبر، فكرة العملية اتبلورت في هدفين: هدف استراتيجي وهو قطع امدادات البترول المنقوله بحرا عن اسرائيل. كان البترول بيجي من ايران ويلف ويدخل البحر الاحمر خليج العقبه على ايلات. والهدف الثاني كان هدف تعبوي، ان احنا نؤمن النطاق التعبوي للقوات البحريه، نخلي مواني مفتوحه على طول، نشارك في التمهيد النيراني، لأن التمهيد النيراني ما كانتش قوات جوية بس، ده كان مدفعية بميدان لأهداف على مسافات في حدود قدرتها، والقوات الجوية الأهداف البعيدة، والقوات البحرية الأهداف اللي بجوار الساحل طبقا لمداياتها. وتأمين المواني والمراسي وأماكن التمركز وتدمير وحدات العدو بالبحر. القوات البحرية نجحت في تنفيذ مهامها بفضل خطط دقيقة جدا. الفريق أشرف رفعت رحمة الله عليه، واللواء يوسف قنديل الله يرحمه، مشير ذكري رحمة الله عليه، قاموا مجموعة تخطيط بمعاونيهم بكله، قاموا بتخطيط عمليات رائع، حطوا المدمرات في باب المندب والغواصات قدام بور السودان واللانشات جنوب شرم الشيخ والألغام في خليج السويس، وقفلت ميناء إيلات واتمنع النقل بنسبة 100%، والمدمرات كانت مرتكزة على ليبيا وبتعترض السفن، والغواصات لها مناطق عمل في البحر المتوسط، فنزل النقل في 30% الإسرائيلي، اضطروا يعملوا جسر جوي. يعني نجحت القوات البحرية في مجمل أعمال قتالها، ومينا اسكندرية فضلت مفتوحة طول فترة الحرب، والقوات البحرية نجحت في تنفيذ مهامها المسندة إليها سواء استراتيجية أو تعبوية. هاخد حضرتك بقى من حرب اكتوبر وصولا لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والعهد اللي احنا موجودين فيه ده، عهد الرئيس السيسي، ودور البحريه المصريه في الفتره دي. طبعا في انشاءات تمت وانجازات حقيقيه تمت على ارض الواقع 2017 ولحد اللحظه دي. هو في الحقيقه انا عايز اوجه برضو تحيه تقدير واجلال لكل اللي تولوا قياده القوات البحريه، كل التحيه من اول الثوره لغايه دلوقتي واللي عاونوهم. ليه؟ لأن القوات البحرية بنيت على أسس علمية، وكل واحد بذل أقصى مجهود في حدود إمكانياته المتاحة، فبنى هذا الصرح ليصل حاليا في عهد الرئيس السيسي إلى بنيان شامخ غير مسبوق، وقوة بحرية لا يستهان بها تنفذ المهام المسندة لها وتحمي مصالح مصر في البحرين المتوسط والأحمر. بالإضافة إلى ان احنا ما ننساش ان اكبر سفينه في تاريخ اللي احنا استعرضناه ما تزيدش عن 3000 طن. احنا بنمتلك المسترال 21000 طن، يعني 7 مرات اي اكبر سفينه كانت عندنا من قبل، واللي بيشغلوها شباب مصر في الثلاثينات. تحيا مصر. فالرئيس السيسي في الحقيقه اول ما تولى
أدرك يعني أدرك أهمية قوة مصر في البحر، ووضع البعد البحري في مكانه الصحيح في السياسة المصرية. اقتصاد كمان. والبعد البحري لما وضعه في تبنى المشروع الرئيس لمصر هو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لأن هذا المشروع عارفة حضرتك الأنفاق اللي بتشوفيها وشبكة الطرق، الطرق اللي عملها كلها والكباري والمدن، كل ده بنية أساسية عشان المشروع الرئيس اللي هو الجلالة. المنطقة الاقتصادية اللي احنا نتعشم أن يعود بنتاج ضخم جدا لمصر ويساهم في ضبط الديموغرافية، فده مشروع القرن المصري. هذا المشروع يعتمد على البعد البحري في المقام الأول، وتخدمه قناة السويس الجديدة وتخدمه قناة السويس القديمة، وده يعد التفعيل الثاني لموقع مصر الاستراتيجي. التفعيل الأول كان الخديوي إسماعيل أيام ما فتح قناة السويس، ففعل استراتيجيا موقع مصر. التفعيل الثاني أمر رئيس السيسي بالمنطقة الاقتصادية قناة السويس وقناة السويس الجديدة، واهتم بقى بالبعد البحري وجميع عناصر قوة مصر في البحر. حضرتك تلاقي ترسانة اسكندرية بتطلع مدمرات، احنا لم نبني مدمرة من عهد الخديوي إسماعيل حتى الآن، دلوقتي بنطلع مدمرات منها، طلعنا منها يعني انتاجية رفيعة المستوى. القوات البحرية تمتلك قوة لا يستهان بها، اتبنت في غواصات من أحدث ما يمكن. مش عايز أدخل في التفاصيل طالما بتكلم استراتيجي، تفاصيل كتيرة، لكن التفاصيل جداً كتيرة، لكن أقدر أقول أجملها أن منظومة القتال البحري لمصر اكتملت بالكامل وتؤمن مصالح مصر الاقتصادية. فهد رئيس السيسي تؤمن مصالح مصر الاقتصادية، سواء أهداف حيوية في البحر متعددة، سواء كل عناصر قوة مصر في البحر. البحرية المصرية والكلام عنها هو تاريخ طويل مش هينتهي. إن شاء الله يكون لينا لقاء مع حضرتك مرة تانية ونتكلم بشكل أكتر استفاضة، ونتكلم أيضا عن الإنجازات اللي بتتم حاليا. كل الشكر لسيادة اللواء بحري أركان حرب الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء محمود بتولي، عضو المجمع العلمي ومؤسس صالون البحري، وأيضا كل الشكر للأستاذ دكتور ممدوح الضماطي العالم الأثري الكبير ووزير الآثار الأسبق وعضو المجمع العلمي وعضو صالون البحري. النهاردة كان مداخلته يعني كانت إفادة كبيرة لنا في البرنامج، وأيضا أستاذ الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ المعاصر والمؤرخ الكبير بجامعة عين شمس. كل الشكر لحضراتكم. شكرا لك. شكرا لسعادتك يا بدر. مشاهدينا كل الشكر لحضراتكم. كل اللي أقدر أقوله جيش مصر هيفضل قوي بإيماننا وبعقدتنا، جيش مصر هيفضل قوي رغم أنف الحاقدين. ربنا يحفظنا جميعا. كل سنة وحضراتكم بخير، نحن على أعتاب الاحتفال بأكتوبر المجيد وحرب أكتوبر المجيدة، ويريد حرب أكتوبر تكون دروس مستفادة، تكون يعني أسلوب حياة نتبعه، مش مجرد شعارات واحتفالية شهرية من كل عام وبس. ناخد الموعظة، ناخد القدوة من الأجيال اللي قبلنا، والتحدي والصلابة دايما تكون هي رسالتنا. أشكركم مشاهدينا، أشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية الاثنين القادم في نفس الميعاد. إلى اللقاء.